زفان والوسطات السبعة بحلقة الليلة من على الأكيد رح يحاولوا بكل قدرتهم يساعدوا أشخاص انظلموا واتاكل حقهم. فريق على الأكيد رح يتجند مع الوسطات السبعة على الأرض لدعم مهمة زفان. سنة، منى، جينا، غنوة، ميراي، كارول، جانين رح يواجهوا كل الصعوبات معرضين حياتهم للخطر ليكملوا مهمتهم. خطوة خطوة تابعوا معنا كل الإجراءات يلي رح تتاخد تنحصل حقوق المظلومين. بحلقة الليلة على الأكيد بيستقبل ثلاث ضيوف وكل ضيف عنده قضية، والليلة اجتمعنا تنلاقي حلول بعيدة عن المحاكم. أكيد ومثل ما عودتكن على المسابرة المتابعة وتحصيل الحقوق، تابع قضية خالد يلي وقع عن بناية وأصيب بشلل، ومستشفى المشرق تبنت تكاليف عملية لأجره. أنا ما كنت متوقع أن يصير معي هيك أبداً نهائياً. قبضي فعلاً عوش، صحيح ما ونتفت وجع بس فعلاً عوش. وبعد مرور شهرين ونص الشهر راح نشوف نحن وإنتو وضعه الصحي. أنا أشكرك كثير يا بلا. أنا بدي أتشكرك حبيبي. من بعدها رح نسمع قصة فرحات يلي بيملك محطة بنزين ومثله مثل كتار بدين زبين، وواحد منهم بقي يتدين 7 سنين توصلت قيمة ديوناته ل 31,000 دولار وعم يتهرب من دفعهم. عم يتهرب من الموعد لأنه كان حاس إنه في تصوير. ومن لبنان لقضية إلي العالقة مع مطعم بالسعودية، فإلي اشتغل بصفة مدير مطعم لشهرين وما تقاضى راتبه وبده 9,750 دولار. شو حشتك؟ إنه ليه أنا ليه عم تخليني حس بشعور إنه أنا مش حضن؟ سوري ماني عم حضن منك. بس بالبداية رح نستقبل رئيس اتحاد العشائر العربية بلبنان وضيوف من عرب الفاعول. اليوم عنا ليطالبوا الدولة اللبنانية بإنشاء أحياء وبلديات وتعيين مخاتير ليسهلولن حياتهم اليومية والإدارية. نحن ما نجين من قطب ولا من عالم تاني، نحن موجودين بهيدا البلد، نحن نتعايش مع الآخرين. ليش إنه بس وجي لحقوقنا بتوقف إنه والله العشائر؟ والليلة ألف مبروك لزافان لحصل على جائزة تن أرب ويب أوردز أكاديمي للعام 2012 عن موقعه الإلكتروني زافان أونلاين.